لجنة التحول الرقمي باتجاه الحكومة الإلكترونية، فريق التدريب والتطوير والدعم الدولي مع جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مركز التعليم المستمر. إطلاق مشروع تدريب وتطوير كوادر مؤسسات الدولة، حيث يمثل هذا المشروع أحد المراحل المهمة التأهيلية لكوادر القطاعات الحكومية لمواكبة المشروع الوطني للتحولات الرقمية باتجاه الحكومة الإلكترونية، حيث يقدم البرنامج عدد من الورش والدورات التدريبية التأهيلية بالاعتماد على خبراء من ذوي الاختصاص في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.